عذاب القبر من البول. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. جليس المؤمن في القبر. ويمثل عمل المؤمن له في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب، فيقول: أبشر بما أعد الله لك، أبشر برضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم، فيقول: بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير، فيقول: هذا يومك الذي كنت توعد، أو الأمر الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. سعة القبر. جاء في حديث البخاري ومسلم أنه يفسح له 70 ذراعا، وفي الترمذي 70 ذراعا في 70 ذراعا، وفي حديث البراء مد البصر. وخرج علي بن معبد عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألا تخبريننا عن مقبورنا ما يلقى وما يصنع به؟ فقالت: إن كان مؤمنا فسح له في قبره 40 ذراعا، أعماله الصالحة تحتوشه في قبره. قال كعب الأحبار: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة، فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه، فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم إليه، فقد أطال ظمأه لله عز وجل في دار الدنيا، فيأتون من قبل جسمه فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه، فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل، لا سبيل لكم عليه، فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي، فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء لوجهه، فلا سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: نم هنيئا، طبت حيا وطبت ميتا، وهذا كله لمن أخلص في عمله وقوله وفعله، يرى مقامه في الجنة. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان: من ربك؟
وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت. قال: وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وينادي منادي السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله منها، ويفسح له مد بصره. ما ينجي من عذاب القبر: أولا الرباط في سبيل الله. روى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت. وفي كتاب الترمذي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود بمعناه، وقال: يؤمن من فتاني القبر. ومعنى الرباط الملازمة في سبيل الله، مأخوذ من ربط الخيل، ومن ثم سمي الملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا، فارسا كان أو راجلا.